الفعاليات السعودية لا تقتصر على البيئة والاستدامة. معرض جدة للكتاب انطلق، فلنتعرف عليه. من سنة 1994 انطلق معرض جدة للكتاب، رغم انقطاعه لبعض السنوات عاد هالمعرض عام 2015 حتى اليوم ليكون ثاني أكبر معرض للكتاب بالمملكة العربية السعودية بعد الرياض. لتتعرفوا أكثر شو مخبيلكن هيدا المعرض، قصته وأهميته، تابعونا. من خيمة ضخمة على شواطئ البحر الأحمر بدأت رحلة عشرات الآلاف من الكتب. من معرض إلى آخر انتقلت هالكتب وكترت لوصلت إلى سوبر دوم، هالمركز الكبير بجدة بمساحة 27 ألف متر مربع، لتكون معرض جدة للكتاب عام 2023. معرض جدة للكتاب يعتبر أحد أهم الفعاليات التي تقام في مدينة جدة خلال السنة. زي ما قلت، كان في أكثر من 600 ألف زائر العام الماضي، ونستهدف من زيادة هذا العدد هذا السنة. طبعا هذا ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية في مدينة جدة، بالإضافة إلى الزوار والعارضين اللي قادمين من خارج المنطقة وخارج المملكة العربية السعودية لعرض المنتجات، منهم مثلا أكثر من 36 دار نشر فرنسية تتيح خدماتهم وكتبهم للقارئين بالفرنسية في مدينة جدة. فالبعد الاقتصادي الثقافي لمعرض جدة بعد جدا كبير. تحت شعار مرافق الثقافة انطلق هالمعرض بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلي وعربي ودولي، موزعين على 400 جناح، وعم يستقطبوا زوار كانوا ناطرين المعرض مناطرة. حجزت المعرض تقريبا من شهرين اني اروح له، لان كان في نية نشتري كتب نادرا احصلها، تقريبا كل الكتب اللي بغيتها حصلتها هنا تقريبا. جيت معرض فئات لانه كثير حلو أن نشوف كتب وكثير هكذا عم ينشروا الثقافة هون، فحلو لعمرنا أن نبلش نشوف هالأشياء. حلو نتثقف لبعدين، نحن بعمر أكيد حنتعلم، نسيل حنقرأ. مثل كل معارض الكتب ضمن فعالياتها في ندوات ثقافية وجلسات حوارية ورش عمل، ولكن بمعرض جدة في إضافة ونكهة خاصة بكل جناح رح نخبركن عنها بالتقارير المقبلة.